بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل وحاتر نبي الله محمد أعوذ وحام مغن قليا برب الناس تذكر رب قدار مغن قليا خالقي أبورتي وبربارييي أو أبوري بان مغن قليا ملك الناس تذكر بقر كودي بان مغن قليا إله الناس تذكر معبود كودي إله ودي عيان مغن قليا سدا تقباني الله صدح ذا صفله صفة الربوبية صفة الملك صفة الألوهية الله عليه أيام مجن قليا الله صار مجن قليا محن كم مجن قليا من شر الوسواس كوح وسواسيه شرتي صار كم مجن قليا هذا كاسو الخناس لبد بدن أو يعني دوم شب بدنه مركي ذكر إله الحسن لبدا أو دومني كاسو إله كم مجن قليا هذا الذي شيطانك وسواس كمان كما قلية يوسوس وسواسيه في صدور الناس تتكلم هذا قلوب هذا وسواسيه كاسا إلهي كما قلية شيطان كاسا من الجنة جنية والناس ضدكي انت بيانيا كده قلنا ضدك شيطان الجنة شيطان الإنس أيام إلهي كما قلية مركا صد حداث صفاء الله لا يهي يا نبي الله محمد ذي المجنقل الله صفوين كاله مجنقل ما حد كم مجنقل إيسا شيطان كشفت إيسا كم مجنقل إيسا بالي شيطان كاسا كم مجنقل إيسا مرك الله سبحانه وتعالى وربي هو خالقي ذاتك أبورتيني وملك هو بقر وكون كان سيا كتصرف صودا روما مشويا وإله هو معبود وإلى عبادة أسجى كل جس الله سبحانه وتعالى إسكله الله سبحانه وتعالى كل جب عبادة إسكله أحكله لو ذاقنا مجروي الله سفوين كاله أيال يرمجان قالوا شيطان كاس كم مجان قال أو وسواس كأه وسواسيو يعني وهو وسواسية وسوسة وحال إلى هذا أصلحان الصوت الخفي بال إلى هذا الوسوسة وصوتك النفط هذا أذكر الشيء كيسان يسعط قرصون ما وسوسة الإرادة وصامر في سورة القاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله أرنا يبا صامرنا مركب وسوسة وطاوية مركب النفط هذا وقوق الشيء كيسان شيطانك محايا لي شيطان الجنك وحو النبي قلنا وقوق الشيء عليه الصلاة والسلام يجري من ابن آدم مجرى الدم دي جماشه ومرو حيو مرا دك وجيرك ودخلا مركاس وسواسيا قلبي يسو وسواس وحكتور يا ويه الهي با سبحانه وتعالى سيي او خلقدا سدا او ابوري ويه شيطان كمرك نوعاسا ايا ليري كمغنغل ولي وصفه كلا لسييو الخناس بو يعني مارت خناس انو ياي ايا الله سبحانه وتعالى او كشيغي خناس كمرك وحال يراهدا الذي يخنس وحال يراهدا إذا تنبه العبد وذكر الله تعالى مركي أدونك ربي يسوع حسوسيا وأبنت شيطانك وعر ولبن ياي وعر وبحسن لكن ويوسوس إذا سهى وغفل عن ذكر ربه مركي ربي قال ذكره سحى المانطر وآذن إلهي كحرنين وغافل تهي شيطانك وكوسوسينيا وكو إيمانيا وكو شيكين وحدرنا ربك ودلدلوي مركا خناس كسيدا سالي لذا مركو الله أو أدونك حسوسيهي شيطانك وعرر كو مسو دوان مركا ربي قال ذي إلا وذو وكو إيمانيا وحدونه مارتي وكو قسمين يحمانا يكو مارتي يكو قسمين ويا مركا سيدا درتي قفك إنو يعني متنبي مروا بذكر إلهي أو هايو أيال دون يا ويا لبدا صورة مركا فيري صورة ظهوري هل صفه إلهي إليه سبحانه وتعالى أو صفة الربوبية أي النبي مغنق لي ربك قال هل صفة له مغنق لي محو نبي كما غنق لي محو كما غنق لي وحالله وحو ربي أبو ري أو دن شرطه كما غنق لي نوعي دوتبها النغط
ومخلوق إذلوي سورة دانا وسورة الناس وحوي سدح سفو ربي ليه أي أنني يوم أغنق ليه محاكم أغنق ليه شهدار روكي ليه أما شهدار الجن هنغضى أما شهدار الإنسي هل كان محاكم قرنسا شرط شهدان كأوليه شهدان الإنسي شهدان الجن وحق مخلوقات إلهي كسوحري وشهدان كأناهين مركل إزقرب ديغو شهدان كشرطي سئيني بدل طيبات كقرنسا محايا لي الشيطان كوحي كسوها رشرت هذا مركي أقبطان سواب وحي أنهم كران إنه نفتك أقويان وصواب نفت إيكاب بحضه أما لو تعذيبوها لما تؤمن بسوابك وقلنا قنكرا لكن الشيطان كمحوصوابك وقلنا قنكرا وحوصوابك وقلنا قنكرا إنه كوارتو نار أدولغ كوارتو إنت كفر كبور رضو إيه شرك كبور رضو إنه نار عمرك هذا كوارتو أي سواب وقلنا قنكرا إذا شرط الشيطان ك ويكثر بدن تاعي شرط انت كسو حرت شيطانك ايدا كثر بدن سدا درت بسد احداث فوق الهي للي هي ام قلب لا اورنيا وين بسم الله الرحمن الرحيم قل وحاتنا نبي الله محمد اعوذ وحان مغن غلي برب الناس تك ربي غودان مغن غليا ربي غود خالق ابو رتيبان مغن غلي ملك الناس ذاتك بقر كودي سودان وقم مأمولي كتصرفي أيان مغن قليان إله الناس ذاتك إله ودي معبود كودي أو يعني عباد إسكالها أيان مغن قليان محان كم مغن قلي من شر الوسواسي كوح وسواسي شرتيسي أيان كم مغن قليان ألخى الناس أو اللي بد بدناي لو مشاد بدنا مركي ذكر إلهي أو قفك حسوسية عرد بدناوي مرك ذكر إلهي أوقفك هل ما منا وسواسيو الذي كيبان إلهي كم جنجال يخناس الوسواس كأحايو يوسوس وسواسيو في صدور الناس ذاتك الله بخوضة وسواسيو أيان إلهي كم جنجال كاسو من الجنة جنجي والناس ذاتكين أهوي إنسي جني إنسي كميدة نبي عليه الصلاة والسلام يعني حديث وإمام مسلم في صحيحه وكورنا يحو النبي بيجري ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من ذلك إذن كم إذا مجره إلا قرين كيسي للرعية شيطان كأها بالله وكيشابه قالوا وأنت يا رسول الله وأذكر ما له وكيشابه صحابة إلى هذين ويدين وقالوا نعم إلا أن الله أعانني عليه لكن أنا شيطان كيجي أنا إلى حريري إلهي وإيجا كلمي فأسلم هو إسلامي فلم يأمرني إلا بخير خير مويه شرع ما وفر خير مو فر شرع ما فر مركا أنا إن المتنبهين نقولنا أيال ربا محيالي شيطان كي وأنا الله وكيش وأنا دلتها جيهي مركا إيرو قفكو إلهي سبحانه وتعالى مروا بو كما ننقلوا وشياطين الجن يشياطين الإنس لابد إن كما ننقلنا أي الرباء وإلهينا أنا قبل بادين هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله كتاب في القرآن كأهاو ونوضة ماذي إلهي بانكم هاتسان سبحانه وتعالى وقت الدير أيو نوسو السعودية سعودة وأبته نيروبي وحوهي سدح عشوان أخرنين وأسبوعي وتضباء سدح عشا قوتني مقالة وأبته نيروبي وأسكار مرمر بضن بباقن جري هروب وباقضاء عذر دار بأباغ ذا يجر أباغ جري سفر أباغ جري مرك إلهي بمهات سكال سبحانه وتعالى نوضى ما يستري إلهي سبحانه وتعالى أن الله حوي دي سنة القرآن كسن ونقو أنفعه وكوي مارتي أدوني آخر كل يبانين إلهي النبي سبحانه وتعالى وحي أنا أنكو قفنين إلهي نوضى وعن أنا مارتي سخطأ أن وقد عين إلهي نوضى وحان مرك أنا قفصنا إياه كتابك والله دوبي ودوبي يعني مركز ذاتك لقيسته وحان لاي هاي بني آدمك وحالي إلى هذا قف إلى الشن أو يعني وحيدي جنا أي الرجال المهذب قف دنع والبكان الكاه مجره كيف إنسان كضعف بالغو أبوري مركز عد العيد قرآن كاسد لقيسته أو وحوك أركته حان كعد صنع يعني تصيحسه هذا أود أولي هذا هاي سيدي أو ديجري عبد الرحمن الأخضري كتاب كيسا سلم المنورق مركو دميه أيو هذا الآذ بذنبه مارتين أسوى استنقيسين أيو مبتدي اسكدق أيو حويري وكن أخي للمبتدي مسامحا وكن لإصلاح الفساد ناصحا وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديحة فلا تبدلي إذ قيل كم مزيف صحيحا لأجل كون فهمه قبيحا وحولي هاي هرت ولالك يو مسلم كأهو قفك مبتدئ أهو بلوغا مدس كسر محن قمر كبوه الرسول وحاد نقطة وكل لإصلاح الفساد ناصحا
هذا فساد أركته وح فساد سنة أركته إن إصلاح إنتي سهجة جنتي سه ناصحين أكون نقطه مد ناصحه نصيحينا إن نقطه بال أهوين مركز وريب أقصري يروى أصلح الفساد بالتأمل فساد كمركز أركته خلتك هذه مركز في يعني آتنا في حضرته سئات آت وغفير سطي أصحبوين وإن بديها كان فلا تبدي لكن هذه بديهتها واحد دق در بديبا يعني سوى بودعي تاي هذه لفتة هذه تخلط كجرتها الأركاية ترتيب سبو لها بدلن در بديب وحي يقال بدلن لكن دبو إيه محايا الوحو يري إذ قيل وحال يري فراوح الله يري كم مزيف صحيحة بدنا قف شيء صحيح هو ونفسنا ونجلس أركيو تزيف كدقه اللي هذا يعني وح كل حماني شيء صحيح هذا كل حماني صوت وامحي لأجل كون فهمه قبيحة فهم جيسا مركي خراب حما مركاسا وحي ونفسنا أي وح الله نقنا يعني مرك أنا يوحنا لي هاي وكل إصلاح الفساد ناصحة وأصلح الفساد بالتأمل أنا تأثرت ودردار ميا وحن كلا دردار ميا هذا كي قوبي جري أبو القاسم محمد الحريري كتاب كي سمولحة العراق مكو قمي يسجن وكو ختمي أيان لمده يتكسو قادنا يوعبي جري فانظر إليها نظر المستحسني وحسني الظن بها وأحسني وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا مركها تفيري سكتاب كي يقبوين فيري بو إليها نظر المستحسني مد استحسان كسمينه وناك درتي كفيري فيرو أو وناك دون أكون راني وحسن الظن بها مرهن أو ناجي وأحسن هجاجي أو توسي مرونا سن كفيري بولي وإن تجد عيبا كتابك هذا عيبك أركته فسد الخلل خلل كيوحي كجري وعيبت أي صح أذيك مارت هجاجي محايا لقفا قفين أحد كان قفين واكي الله فجل من لا عيب فيه وعلى ذي فجل وحوين هذه من الله بوين هذه لا عيب فيه عيب اسم كسبنين لحديثة وعلى الله كرن غضي الله أنا قفل مالك عد ألا عدي قف أركته وحان عدسنا يا هاتصيحي سو نظر مستحسن هكو إيكتو إلهي سبحانه وتعالى وحي أنكو قفناه نوضافه قرآن كان مروا البابا قفك إنو دائما بالرباء حضلك وحكسو ختمة ابن قيم الجوزية رحمه الله كتاب في سأل فوائد نيرهدو أو كسو قوريو وحولي شمع الرماد ويدك كهجر قرآن ككتبو كالكوباد وحوي حجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه هذا القرآن كالدقيسنين هذا حداد الرومينين حداد قلدك رارعينين وحق شيء يوضا مقدين وضا كلدك من قرآن كوكاها جفتي وانا شيء مدموم أول شيء حنون كالباد وحوي حجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به وحوي قفك إنه كهجر وضا قرآن كعمل خلقي سينو كتبه أما إنه كتب كدك أنك أو كدك مو حلاشي سي حرامتي سقران كحبو كحرم أيو حرام كو حلالين إنه قفو أوصل كدك من هذا اللقاء بياب إن القرآن كي أخرين يسو يا دعي كرت إن هذا كدك من بحو كارير هذا كهر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.